بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة الصف الثاني الإعدادي. موعدنا اليوم مع درس جديد من دروس الجبر، الوحدة الثانية، العلاقة بين متغيرين. العلاقة بين متغيرين، ناخد تمهيد كده صغير للدرس. لو قال لنا اذكر عددان حقيقيان مجموعهما خمسة، اذكر عددان حقيقيان مجموعهما خمسة، عاوزين عددين حقيقيين مجموعهم خمسة. واحد هيقول الواحد والاربعة، واحد زائد اربعة خمسة، وواحد هيقول اتنين وتلاتة، وواحد هيقول خمسة وصفر. في حاجات تانية؟ في اعداد تانية كتير. يعني اللي قال واحد واربعة، في أربعة وواحد، تفرق دي عندي؟ هتفرق، وهنشوفها بعد شوية. واتنين وتلاتة، في تلاتة واتنين، وخمسة وصفر، في صفر وخمسة، وفي تاني، في تاني كتير، في ستة وسالب واحد، ستة وسالب واحد يديني خمسة مجمعهم، واتنين ونص واتنين ونص يديني خمسة. يعني لو قال لي اذكر عددين مجموعهما خمسة، دي ليها عدد لا نهائي من الحلول. ليها عدد لا نهائي من الحلول، يعني لو جاب لي كده س زائد ص بتساوي خمسة، دي بسميها علاقة بين متغيرين اللي هما السين والصاد. س زائد ص بيساوي خمسة، كام زائد كام بيساوي خمسة؟ قلنا واحد زائد أربعة، يعني السين بواحد والصاد بأربعة. ولو قلت أربعة زائد واحد، دي غير دي، لو السين بواحد تبقى الصاد بأربعة، ولو السين بأربعة يبقى الصاد بواحد، والتنين والتلاتة، والتلاتة والتنين، والخمسة والصفر، والصفر وخمسة، والستة وسالب واحد، والسالب واحد وستة، وسبعة وسالب اتنين، وسالب اتنين وسبعة. باختصار كده، دي علاقة بين متغيرين. أي علاقة بين متغيرين ليها عدد لا نهائي من الحلول. هنشوف بعد شوية إزاي نكتب الحلول دي وننظمها إزاي. الصورة العامة للعلاقة بين المتغيرين س وص اللي هي ألف س زائد ب ص تساوي ج. الألف والب والجيم دي أعداد، والألف والب ما تساويش صفر، وتسمى علاقة خطية بين المتغيرين س وص، وتمثل بيانيا بخط مستقيم، تمثل بيانيا بخط مستقيم. طيب تعال نشوف مثال. يقول لي ايه؟ اوجد اربعة ازواج مرتبة تحقق العلاقة س زائد ص يساوي خمسة. هو يقول لي خلي بالكم، هي العلاقة دي لها عدد لا نهائي من الحلول، بس هو مش هيقول لي اوجد حلها، لان ما اقدرش اجيب الحل كله، ما اقدرش انا اجيب الحل كله، هي ليها عدد لا نهائي من الحلول. يقول لي اوجد ثلاث حلول، اوجد اربعة، اوجد خمسة بالكثير، هي لكن ليها عدد لا نهائي من الحلول. هو دلوقتي عاوز مني ايه؟ اربع حلول. نعمل ايه؟ الحل، هنشيل السين ونحط واحد، عندما سين بتساوي واحد يبقى الصاد هتساوي اربعة، لان واحد زائد اربعة تساوي خمسة، يبقى لما السين بواحد الصاد باربعة. هنشيل السين ونحط اتنين، لما نشيل السين ونحط اتنين يبقى الصاد طبعا بتلاتة، لان اتنين زائد تلاتة بتساوي خمسة. لما نشيل السين ونحط تلاتة، تلاتة زائد كام يساوي خمسة؟ تلاتة زائد اتنين. يعني بعمل ايه انا؟ انا بفرض اي قيمة تعجبني للسين وبجيب قيمة صاد، انا بفرض اي قيمة تعجبني للسين وبجيب منها الصاد. عندما السين بتساوي اربعة يبقى الصاد هتساوي واحد. خلي بالكم زي ما اتفقنا، هي عدد لا، ليها عدد لا نهائي من الحلول، بس هو عايز مني أربعة أزواج مرتبة. يعني لما نيجي نقول الحلول إيه هي؟ أول حاجة كتبنا الزوج، خلي بالكم القوس بتاعنا القوس المدور ده بنسميه قوس الزوج المرتب. إحنا خدنا قبل كده كذا نوع من الأقواس، خدنا قوس المجموعة وقوس الفترة. القوس المدور ده بقول عليه قوس الزوج المرتب، فبنقول الزوج المرتب واحد وأربعة،
ايه يعني الزوج المرتب 1.4؟ يعني السين بواحد والصاد باربعة. دايما الزوج المرتب اللي بيجيبهولي الحاجة الاولانية اسمها سين والتانية اسمها صاد. دايما الزوج اللي بيجيبهولي الحاجة الاولانية اسمها سين والتانية اسمها صاد. فانا بقول اول حل الزوج المرتب 1.4. الحل التاني يبقى الزوج المرتب 2 و3، يعني لما السين باتنين الصاد بتلاتة. الحل التالت الزوج المرتب 3 و2. الحل الرابع اللي هو الزوج المرتب 4 و1. زي ما اتفقنا هي ليها عدد لا نهائي من الحلول، بس هو طالب مني هنا 4 أزواج مرتبة، فأنا جبت له 4 أزواج مرتبة. خلي بالكم ممكن كل واحد فينا يجيب 4 أزواج مرتبة وكلنا حلنا يبقى غير التاني، لأن ليها عدد لا نهائي من الحلول، يعني ممكن واحد تاني يختار أرقام غير دي وتبقى العلاقة صحيحة برضه. طيب بيقول لي تاني، مثال تاني، اوجد 3 أزواج مرتبة تحقق العلاقة صاد زائد 2 سين ناقص 4 بتساوي 0. الأولانية كانت سهلة عملناها بسهولة، تعالوا نشوف هنعمل دي ازاي. صاد زائد 2 سين ناقص 4 بتساوي 0، برضه دي علاقة بين متغيرين اللي هم الصاد والسين، ليها كام حل؟ ليها عدد لا نهائي من الحلول، ليها عدد لا نهائي من الأزواج المرتبة. هنجيبها ازاي الحل؟ اول حاجه بيقول لي لسهوله ايجاد الازواج المرتبه عشان يبقى المساله سهله معاك، نجعل يا اما السين، نخلي يا اما السين يا اما الصاد في احد الطرفين، يعني نخلي السين او الصاد في طرف واحد ونودي الباقي الناحيه الثانيه. نخلي السين او الصاد في الطرف من الاطراف ونودي الباقي الطرف الثاني، يعني مثلا في المساله دي الاسهل انا اخلي الصاد لوحدها وودي الباقي ده كله الناحيه الثانيه، هخلي الصاد لوحدها والباقي ده كله انا هوديه الناحيه الثانيه. يعني ازاي؟ هقول صاد زائد 2 سين ناقص 4 بتساوي 0، دي العلاقه اللي مدهاني، هودي 2 سين الناحيه الثانيه وهودي السالب 4 على الناحيه الثانيه. اي حاجه تتحول من طرف لطرف بنتغير اشارتها، فموجب 2 سين دي لما راحت بقت سالب 2 سين، وسالب 4 لما راحت بقت موجب 4، يبقى العلاقه بتاعتنا بقت صاد بتساوي سالب 2 سين زائد كام؟ 4. وبعد كده ابتدي افرض، افرض ايه؟ هفرض اي قيمه تعجبني لسين، هفرض انا اي قيمه تعجبني لسين، افرض اين اي قيمه تعجبني لسين واجيب الصاد. لما السين بواحد، عندما سين بتساوي 1 هشيل السين واحد اكتب 1، معنى سالب 2 سين يعني سالب 2 في سالب 1، سالب 2 في 1 شيلنا السين وحطينا 1، سالب 2 في 1 زائد 4 هشيل السين واحط 1 يبقى سالب 2 في 1. تاني انا هعوض عن السين دي بواحد عندما سين بتساوي 1، هشيل السين واحط 1 هتبقى سالب 2 سين سالب 2 في 1 زائد 4. سالب 2 لما اضربها في 1 اديني سالب 2، سالب 2 زائد 4 الاشارتان مختلفتان، هاخد اشارتي الكبيره اللي هي الموجب واطرح يبقى الاجابه 2. يبقى لما السين بواحد يبقى الصاد بكام؟ ب2. يبقى اول زوج جبناه الزوج المرتب 1 و2، دايما الزوج المرتب مسقطه الاول سين، الحاجه الاولانيه فيه سين والمسقط الثاني صاد، دايما الزوج المرتب اللي بيجيبه لي او اللي انا هجيبه، دايما الحاجه الاولانيه اكتبها سين والثانيه صاد، المسقط الاول سين والمسقط الثاني صاد. طيب تعالوا نعوض عن حاجه ثاني. تعالوا نشيل السين ونحط 2، لما نشيل السين ونحط 2 يبقى صاد بتساوي، هشيل السين واحط 2 هنا، يبقى سالب 2 في 2 زائد 4، لما اضرب سالب 2 في 2 اديني سالب 4، سالب 4 وموجب 4 العدد والمعكوس الجمعي بتاعه يبقى الناتج بيساوي 0. طيب نشيل السين ونحط 3، خلي بالكم انت براحتك تشيل السين وتحط اي رقم يعجبك، اي رقم يعجبك، بس يستحسن الارقام تكون صغيره، ما الجاش للارقام الكبيره، يستحسن الارقام تكون صغيره، وخصوصا لما هناخد بعد شويه الرسم البياني. لما السين ب3، لما السين ب3، لما السين ب3 هنعوض عن السين ب3، يبقى سالب 2 في 3 بسالب 6 زائد الأربعة، الإشارتان مختلفتان، خدنا إشارة الكبيرة وطرحنا أداني سالب 2، يبقى الزوج الأول 1 و2، يعني لما السين بواحد الصاد 2، الزوج الثاني 2 و0،
الزوج الثالث 3 وسالب 2. يبقى اذا الازواج المرتبه اللي احنا قلناها اللي هي الواحد الزوج 1 و2 والزوج 2 و0 والزوج 3 وسالب 2. أأكد تاني على المعلومة، دايما الزوج بنكتب الحاجة الأولانية سين فاصلة والتانية صاد، المسقط الأول دايما السين والمسقط التاني صاد، ونفتكر دايما أي علاقة بين متغيرين لها عدد لا نهائي من الحلول، أي علاقة بين متغيرين لها عدد لا نهائي من الحلول. طيب مسألتين، بيقول لي اوجد أربعة أزواج مرتبة تحقق العلاقة س ناقص 2 ص بتساوي 5. زي ما اتفقنا مع بعض، زي ما اتفقنا مع بعض بنعمل احنا أول حاجة نعملها يا إما نخلي الس لوحدها في طرف يا إما نخلي الص لوحدها في طرف. الأسهل هنا أخلي الس، الأسهل هنا أخلي الس لوحدها لان الصاد معاه معامل، اخلي السين لوحدها هعمل ايه؟ هودي السالب 2 صاد دي الناحيه الثانيه باشاره مخالفه، بدل ما هي سالب 2 صاد هتبقى موجب 2 صاد، يعني العلاقه بتاعتنا هتبقى س بتساوي 2 صاد زائد 5، واللي عاوز يكتبها 5 زائد 2 صاد صح برضه ما فيهاش مشاكل. يبقى العلاقه بتاعتنا س بتساوي 2 صاد زائد 5. هنفرض دلوقتي، خلي بالكم السين لوحدها هنفرض القيم لصاد، في المسألة اللي فاتت كانت الصاد لوحدها ففرضت القيم للسين. عندما صاد بتساوي واحد هنعوض عن الصاد بواحد، هنعوض عن الصاد دي بواحد، لما نعوض عن الصاد بواحد معنى 2 صاد يعني 2 في صاد يعني 2 في واحد زائد 5، 2 في واحد ب 2 زائد 5 بتساوي 7، هنعوض عن الصاد بواحد 2 في واحد ب 2 زائد 5 بتساوي 7. خلي بالكم الصاد واحد السين بسبعة، يبقى الزوج الأولاني ما أقولش واحد وسبعة أنا، لا دايما الزوج مسقطه الأول سين والتاني صاد، سبعة وواحد سبعة وواحد سبعة وواحد، يعني أكتب دايما سبعة السين الأول بعد كده الصاد سبعة وواحد. طيب نعوض عن قيمة تانية للصاد، لما الصاد بتساوي اتنين هنشيل الصاد ونحط اتنين، يبقى اتنين في اتنين بأربعة زائد 5 بتساوي 9، يبقى الزوج الثاني 9 و2. دايما الزوج بنكتب السين الاول وبعد كده الصاد. طيب لما الصاد ب 3 هنعوض عن الصاد بتساوي 3، يبقى 2 في 3 ب 6، 6 زائد 5 يساوي 11. دول لغايه دلوقتي 3 ازواج، هو عايز مني 4 ازواج. هنعوض عن الصاد ب 4، يبقى س بتساوي هنعوض عن السين بأربعة في العلاقة بتاعتنا دي، يبقى سين بتساوي 2 في 4 اللي هي 8 زائد 5 يبقى 13، يبقى الزوج الأخير 13 و4. خلي بالكم دايما الأزواج بنكتب السين الأول وبعد كده الصاد. نعيد تاني من الأول، هذه العلاقة بتاعتنا كانت سين ناقص 2 صاد بتساوي 5. أنا عشان أجيب لها أربعة أزواج مرتبة يستحسن في الأول أخلي السين لوحدها في طرف أو أخلي الصاد لوحدها في طرف. الأسهل بالنسبة لي أعمله، الأسهل هنا أخلي السين لوحدها في طرف، هقول سين بتساوي بدل ما هي سالب 2 صاد راحت بقت موجب 2 صاد، والخمسة زي ما هي زائد 5، بقت العلاقة بتاعتنا سين بتساوي 2 صاد زائد 5. من اللي لوحدها السين، يبقى أنا هفرض القيم للصاد، لما الصاد بواحد هشيل الصاد وأحط واحد، 2 في 1 ب 2 زائد 5 ب 7، يبقى أول حل الزوج 7 و1، السين الأول بعد كده الصاد. لما الصاد ب 2 يبقى 2 في 2 ب 4 و5 9، يبقى الزوج الثاني 9 و2. لما الصاد ب 3 تبقى 2 في 3 ب 6، 6 زائد 5 11، يبقى الزوج الثالث 11 و3. لما الصاد ب 4 2 في 4 ب 8، 8 زائد 5 13، يبقى الزوج الرابع 13 و4. يبقى الازواج ما ننساش اهو، كتبنا السين الاول، ما كتبناش 1 و7، لا كتبنا 7 و1. دايما الازواج المرتبه بنكتب السين الاول وبعد كده الصاد. درسنا النهارده سهل وبسيط وحلو خالص. تعال نشوف حاجه تانيه.
هنا بيقول لي ايه بقى؟ مديني زوج مرتب اذا كان الزوج سالب 3 و2 يحقق العلاقة، اذا كان الزوج سالب 3 و2 يحقق العلاقة، 3 س زائد ب ص يساوي 1، فاوجد قيمة ب. عاوزين قيمة ب، اذا كان الزوج ده يحقق العلاقة دي هات لنا ال ب بكام. اذا كان الزوج ده يحقق العلاقة دي هات لي ال ب. اعمل ايه؟ نعوض. اعوض عن ايه؟ معنى الزوج المرتب ده دايما الزوج اللي بيجيبه لي الحاجة الأولانية اسمها س، دي اسمها س، والتانية دي ص. دايما الزوج اللي بيجيبه لي ده الحاجة الأولانية دي س والتانية ص، يعني أنا هعوض عن الس في العلاقة اللي مدهاني بسالب 3 وهعوض عن الص بتساوي 2. دايما الزوج الحاجة الأولانية س والتانية ص. تعالوا نعوض. هنعوض. هذه العلاقة بتاعتنا، طالما الزوج ده يحقق العلاقة دي يبقى هنعوض، هنشيل السين ونحط سالب 3، فبيجي 3 في سالب 3، شلنا السين، هنشيل السين، هنشيل السين دي ونكتب سالب 3، يبقى 3 في سين يعني 3 في سالب 3، وهنشيل الصاد ونحط 2، تبقى ب في 2، 3 في سالب 3 زائد الصاد بتساوي 2، يبقى ب في 2، او اكتبها 2 ب، هنكتبها بعد شويه 2 ب اهو. 3 في سالب 3 يديني سالب 9 زائد 2 ب، الكلام ده يساوي 1. بقيت معادله من الدرجه الاولى في مجهول واحد احلها عادي، اودي السالب 9 الناحيه الثانيه باشاره مخالفه، تبقى 2 ب بتساوي 1 زائد 9، هودي السالب 9 تبقى زائد 9، سالب 9 تبقى موجب 9، يبقى 2 ب بتساوي 1 زائد 9، 1 زائد 9 بكام؟ ب 10. اعمل ايه بعد كده؟ اتخلص من التنين دي. 2 ب معناها 2 في ب، وعشان اتخلص من الحاجه المضروبه اقسم عليها، يبقى انا هقسم على 10 على التنين، يبقى ال ب بتساوي 5. وغالبا بتتكرر في الامتحانات المسائل دي، يعني دايما الزوج اللي بيجيبه لي ده الحاجه الاولانيه اسمها س والتانية اسمها صاد، فبعوض عن السين بتساوي سالب 3 وبعوض عن الصاد بتساوي 2. ماشي. مسألة تاني، إذا كان الزوج كاف واتنين كاف يحقق العلاقة سين زائد صاد يساوي 15، اوجد قيمة كاف. إذا كان الزوج كاف واتنين كاف يحقق العلاقة س زائد ص يساوي 15، فأوجد قيمة كاف. يلا كده حاولوا تحلوها، قولوا لي قيمة الكاف بكام. إذا كان الزوج كاف واتنين كاف يحقق العلاقة س زائد ص يساوي 15، فأوجد قيمة كاف. يلا كده نحاول نحل. ميرولا قالت 5، معاذ 5، وكنزي 5، وجانا وائل محمود 5، مصطفى محمد السيد كامل 5، كنزي كاتبه 3 كاف بتساوي 15، يبقى كاف بتساوي 5. تمام، ممتازين. تعال نشوف الحل. ادي هنعوض، كاف واتنين كاف يحقق العلاقة دي، يبقى هنشيل السين ونحط كاف، وهنشيل الصاد ونحط 2 كاف، يبقى كاف زائد 2 كاف بيساوي 15. أما أجمع كاف واتنين كاف يبقى 3 كاف ب 15، يبقى كاف بتساوي 15 على 3 بتساوي 5. كلكم ممتازين. طيب نشوف حاجة تاني، التمثيل البياني للعلاقة الخطية، ازاي انا امثل بياني دالة خطية. بيقول لي عشان نمثل بياني دالة خطية نوجد ثلاث ازواج مرتبة، هنشوفها بعد كده هنعملها عملية دلوقتي، ثم نمثلها على الشبكة التربيعية
ونوصل النقط ببعض عشان تعمل لي خط مستقيم. دايما العلاقة بين متغيرين تمثل بخط مستقيم. خلي بالكم انا هجيب ثلاثة ازواج مرتبة، هم زوجين كفاية، بس بنجيب الزوج الثالث للتأكد. يعني هم زوجين كفاية بس احنا بنجيب الثالث للتأكد. لو ما طلعوش الثلاثة على استقامة واحدة يبقى انا عندي في غلط، في غلط في التعويض او في غلط عندي انا وبرسم. لازم الثلاثة يكونوا على استقامة واحدة، لازم الثلاث نقط يكونوا على استقامة واحدة. طيب تعالوا نشوف مثال. اول مثال بيقول لي مثل بيانيا العلاقة صاد ناقص سين بتساوي 2. صاد ناقص سين، عاوزين نمثل العلاقة صاد ناقص سين يساوي 2. عشان أمثلها أجيب ثلاث أزواج مرتبة تحقق العلاقة دي. الحل زي ما اتفقنا، هنخلي الصاد لوحدها، الأسهل أخلي الصاد لوحدها عشان السالب سين تروح الناحية الثانية تبقى موجب سين، فهتبقى العلاقة بتاعتنا ص تساوي س زائد 2. العلاقة بتاعتنا هتبقى ص تساوي س زائد 2، وديت السالب س الناحية التانية بإشارة مخالفة. وبعدين أنا هعمل آدي المحاور بتاعتي الس والص، هعمل جدول بقى. جهزت المحاور بتاعتي وقسمتها وبعمل جدول، احط الثلاث ازواج في جدول. يعني انا سين وصاد، هفرض انا السين هي صاد لوحدها، فانا هفرض السين باي رقم يعجبني، بس يستحسن هنا ان الارقام تكون صغيره عشان ده رسم بياني، ما استخدمش 1000 ولا 2000 ولا 100 ولا 200 عشان ما تعبنيش في الرسم البياني، وما استخدمش كسور عشان ما تعبنيش في الرسم البياني. مثلا هشيل السين انا دلوقتي واحط واحد. ايش معني واحد؟ انا بقول بحط بمزاجي براحتي اي ارقام تعجبني، بس يستحسن تكون الارقام صغيره. هشيل السين واحط واحد، يبقى الصاد هتساوي واحد زائد اثنين، يبقى الصاد ثلاثه. يبقى لما السين بواحد الصاد تبقى بكام؟ بثلاثه. لما السين بواحد يبقى الصاد بتاعتنا بثلاثه. كويس خالص. طيب نفرض قيمه ثانيه للسين، وليكن هشيل السين واحط اثنين، هتبقى الصاد بتساوي اثنين زائد اثنين، يبقى أربعة. هنحطها على خلي بالكم الواحد وثلاثة، في ناس مش بتعرف ترسم على الرسم البياني. ازاي حطينا واحد وثلاثة على الرسم البياني دي؟ السين بواحد فبقف على محور السينات عندي الواحد، هي الواحد بكام؟ بثلاثة، فاطلع اطلع لغاية ما لقيت ثلاثة، واحد وثلاثة. طيب بعد كده اتنين وكام؟ وأربعة. أقف عند التنين واطلع اطلع اطلع لغايه ما القى الايه؟ الاربعه، يبقى النقطه 2 و4. يعني دايما انا بقف على محور السينات اللي هو الافق ده، يا اما اطلع لفوق يا اما انزل لتحت يا اما اثبت مكان. دايما بقف على محور السينات ده، يا اما اطلع لفوق يا اما انزل لتحت. امتى اطلع لفوق؟ لو كان المسقط الثاني اللي هو الصاد بالموجب. امتى انزل لتحت؟ لو كان المسقط الثاني اللي هو صاد بالسالب. امتى اثبت مكاني؟ لو كان المسقط الثاني صفر، يعني لو كانت النقطة 2 وصفر، لو كانت النقطة بتاعتنا 2 وصفر، يبقى هنا النقطة 2 وصفر. النقطة لو كانت 2 وصفر يبقى مكانها هتبقى هنا في المنطقة دي بالظبط. دي 2 وصفر. أمال دي اسمها إيه؟ دي اسمها صفر واتنين، صفر واتنين. طيب نكمل، نجيب نقطة ثالثة. هشيل السين وأحط ثلاثة، ثلاثة زائد اتنين تبقى كام؟ خمسة. تعال نرسمها. هنوقف عند الثلاثة واطلع اطلع اطلع لغايه ما اوصل لمين؟ للخمسه. عملت كده ثلاث نقط اوصل بينهم، لو ما طلعوش الثلاث نقط على استقامه واحده يبقى في عندي غلط في المساله. اوصل بينهم خط مستقيم، مش اوصل بين الثلاثه وبس، بعمل خط مستقيم على قد ما اقدر في الورقه. خط مستقيم. طيب ده التمثيل البياني. يبقى عشان امثل علاقه بيانيا بجيب لها ثلاث أزواج مرتبة، هما الاثنين كفاية، أما اللي بنجيب الثالث للتأكد، للتأكد عشان يطلعوا الثلاثة. لو طلعوا الثلاثة على استقامة واحدة يبقى إن شاء الله حلي صح. نشوف مسألة تانية. بيقول لي مثل بيانيا العلاقة ص زائد 2 س بتساوي 6. اتفقنا عشان أمثل علاقة بيانيا
بجيب لها ثلاث ازواج مرتبه. وللسهوله يا اما اخلي الصاد لوحدها في طرف يا اما اخلي السين لوحدها في طرف. هنا الاسهل اخلي الصاد لوحدها في طرف. الحل ودينا التنين سين الناحيه الثانيه بقت سالب 2 سين. سالب 2 سين زائد 6، واللي يقول 6 ناقص 2 سين برضه صح. انا هودي 2 سين اللي هي بالموجب دي الناحيه الثانيه بالسالب، فاقول سالب 2 سين زائد 6 او 6 ناقص 2 سين، كلاهما صحيح. في المساله اللي فاتت عملنا الجدول على طول، ما قلناش عندما سين بتساوي كذا يبقى الصاد بتساوي كذا، عشان كانت سهله. لو تعرف تجيبها على طول ماشي، او نعوض، نستحسن نعوض عشان ما نغلطش. هنشيل السين ونحط صفر. اشمعنى نحط صفر؟ قلنا احنا بنفرض اي ارقام تعجبنا، بس يستحسن الارقام تكون صغير عشان ما تعنيش في الرسم بالي. فانا هشيل السين واحط صفر، نشيل السين ونحط صفر. سالب 2 سين يعني سالب 2 في سين، السين بصفر، سالب 2 في صفر يدينا صفر، صفر زائد 6 يساوي 6. لما السين بواحد هنشيل السين ونحط واحد، يبقى الصاد بتساوي سالب 2 في 1 زائد 6. سالب 2 في 1 يعني سالب 2 زائد 6. الإشارتان مختلفتان، أنا باخد إشارة الكبيرة اللي هي الموجب اللي هي 6 واطرح 6 ناقص 2 يبقى 4. قيمة تالتة عندما سين بتساوي 2، لما السين بتساوي 2 هشيل السين أنا وأحط 2، هشيل السين وأحط 2 في العلاقة بتاعتنا دي، هشيل السين وأحط 2، هنعوض في العلاقة بتاعتنا دي. سالب 2 سين يعني سالب 2 في 2 زائد 6، سالب 2 في 2 بسالب كام؟ 4 زائد 6. الإشارتان مختلفتان، هاخد إشارة كبيرة الموجب وأطرح 6 ناقص 4 يساوي 2. احط الكلام ده يستحسن في جدول. لما السين بصفر الصاد بستة، صفر وستة. لما السين بواحد الصاد باربعة. لما السين باتنين الصاد باتنين. يبقى انا جبت التلات ازواج مرتبة اللي هما صفر وستة وواحد واربعة واتنين واتنين، وحطناهم في جدول صغير كده عشان ابتدي ارسم. هرسم ادي الرسمة بتاعتنا بقى، الرسمة بتاعتنا ادي صفر و ست والواحد والأربعة والتنين والتنين، ووصلت الثلاث نقط ببعض أداني خط مستقيم. لازم العلاقة تمثل بخط مستقيم. طيب خلي بالكم معنا بقى، ملاحظات هامة جدا على العلاقة الخطية دي، فخلي بالكم معنا في شوية الملاحظات دول عشان باجوا ساعات في الامتحانات مش بنعرفهم. أول ملاحظة دي كلكم عارفينها وقلناها قبل كده، أي زوج مرتب يحق العلاقة الخطية يعتبر حل ليها. يعني إيه؟ الزوج المرتب 2 و4 يحق العلاقة دي. إيه يعني يحققها؟ يعني 2 زائد 4 يساوي كام؟ 6. أي زوج مرتب يحق العلاقة يعتبر حل ليها. اي زوج مرتب يحق العلاقه، معنى يحق العلاقه يعني لو شلنا السين وحطينا 2 وشلنا الصاد وحطينا 4 يبقى 2 زائد 4 فعلا يدينا 6، يعني الطرف اليمين ب 6 والطرف الشمال برضه بكام مدهوني هو ب 6. دي عارفينها انتم. رقم 2 اللي بنأكد عليها دايما، العلاقه بين متغيرين لها عدد لا نهائي من الازواج المرتبه التي تحقق العلاقة. أي علاقة بين متغيرين لها عدد لا نهائي من الأزواج المرتبة، ودايما بنكتب السين الأول وبعد كده الصاد. طيب دي الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة، لتمثيل العلاقة بين متغيرين اللي قلناها من شوية، نأخذ زوجين مرتبين، بنعمل زوجين مرتبين يحققان العلاقة وتمثلها بنقطتين في مصطلح الأحداثيات، وبنجيب زوج ثالث، بنجيب زوج ثالث للتأكد، بنجيب واحد ثالث للتأكد. يعني عشان امثل العلاقه بيانيا انا بجيب ثلاث ازواج مرتبه تحقق العلاقه. دي اللي عملناها من شويه. رقم 4، كل نقطه تنتمي للخط المستقيم يمثلها زوج مرتب يحقق العلاقه. يعني الخط المستقيم ده عليه عدد لا نهائي من النقط،
لو خدت اي نقطة على المستقيم، اي نقطة تنتمي للخط المستقيم، يمثلها زوج مرتب يحقق العلاقة. يعني ايه دي؟ خلي بالكم، ادي مثلا المحاور بتاعتي، دي المحاور، وعندي كده مستقيم كده، وخدت نقطة عليه، النقطة دي هتبقى تحقق العلاقة. طب اعرفها كام وكام؟ انزل كده اشوفها هنا كام، واجي اطلع كده اشوفها هنا كام. يعني هنا مثلا طلعت مع اثنين وهنا خمسة، يبقى الزوج المرتب اثنين وخمسة ده يحقق العلاقة. اي نقطة على الخط المستقيم، لو خدت اي نقطة على الخط المستقيم يبقى يحقق العلاقة بتاعتي. اي نقطة، اي نقطة اخدها على الخط المستقيم، اي نقطة اخدها على الخط المستقيم يبقى يحقق العلاقة بتاعتي. طيب نشوف الخمسة. الخمسة دي مهمة جدا بقى. إذا كان المستقيم ألف سين زائد ب صاد يساوي جيم، والجيم بصفر، إيه يعني الجيم بصفر؟ إيه يعني الجيم بصفر؟ يعني لو جاب لي علاقة قال لي سين زائد صاد بتساوي صفر، مفيش حد خالي من الرموز، مفيش حد مطلق، مفيش حد مطلق، يبقى العلاقة دي لازم تمر بنقطة الأصل. لو جاب لي أي علاقة ما فيهاش حد مطلق يبقى لازم العلاقة بتاعتنا تمر بنقطة الأصل. يعني لو جاب لي كده سين زائد سبعة صاد تساوي صفر، دي على طول اعرفها انها تمر بنقطه الاصل. ليه اعرفها تمر بنقطه الاصل؟ لان الحد المطلق ده بصفر، الحد المطلق ده بصفر. لكن لو جابه لي بواحد باثنين بثلاثه اي رقم يبقى دي ما تمرش بنقطه الاصل. يبقى امتى العلاقه، امتى العلاقه بالمتغيرين تمر بنقطه الاصل؟ اذا كان ما فيش حد مطلق، الحد الخالي من الرموز، الحد اللي ما فيهوش رموز بيساوي صفر. طيب رقم ستة، إذا كانت ألف تساوي صفر، إذا كانت الألف بتساوي صفر فإن العلاقة تصبح ب صاد بتساوي جيم ويمثلها بينية مستقيم يوازي محور السينات. يعني لو لقيت علاقة ما فيهاش سينات خالص، يعني قال لك صاد تساوي خمسة، ثلاثة صاد بتساوي سبعة، ما فيهاش سينات خالص، اثنين صاد بيساوي واحد، أي علاقة يجيبها لك فيها صاد بس وما فيهاش سين يبقى العلاقة دي توازي محور السينات. يعني المستقيم بتاعنا اللي هنرسمه يوازي محور السينات. تاني، لو جاب لي علاقة وفيها صاد بس ما فيهاش سينات يبقى العلاقة دي تمثلها مستقيم يوازي محور السينات. يعني لو جاب لي كده اتنين صاد يساوي سبعة، دي علاقة بس ما فيش سين فيها، دي طالما ما فيهاش سينات خالص دي يبقى المستقيم بتاعنا لازم يوازي محور السينات. طالما ما فيهاش سينات يبقى المستقيم بتاعنا يوازي محور السينات. ماشي. طيب العلاقة اللي بعد كده اللي رقم سبعة، الملحوظة سبعة، إذا كانت الـ ب بتساوي صفر، يعني إيه؟ جايب لي علاقة وفيها سين بس ما فيهاش صادات خالص، جايب لي علاقة فيها سين، قال لي سين بتساوي خمسة، اتنين سين بتساوي خمسة، علاقة ما فيهاش صادات خالص، طالما ما فيهاش صادات يبقى توازي الصادات، يبقى يمثلها بينية مستقيم يوازي محور الصادات. يبقى تاني لو جايب لي علاقة هو فيها صادات وما فيهاش سينات يبقى مستقيم يوازي السينات.
علاقه فيها سينات وما فيهاش صادات يبقى يوازي الصادات. الحاجه اللي مش قاعده هي يوازيها، يعني ما فيهاش سينات، ما فيهاش سينات يبقى توازي السينات، ما فيهاش صادات يبقى توازي الصادات. رقم 8 بقى و9 دول بيجوا في الامتحان وفي ناس كتير مش بتعرفهم. العلاقة صاد يساوي صفر، صاد يساوي صفر. العلاقة صاد يساوي صفر دي هي محور السينات، يعني مش ما ينفعش ارسمها انا، دي يمثلها محور السينات ذات نفسه، هو محور السينات. صاد تساوي صفر، صاد تساوي صفر يمثلها محور السينات. لو صاد يساوي صفر هو محور السينات، يعني العلاقة بتاعتنا صاد، لو صاد تساوي صفر، لو صاد تساوي صفر يبقى يمثلها محور السينات ذات نفسه، ده محور السينات. لو قال لي صاد تساوي صفر يبقى يمثلها محور السينات نفسه. طب افرض جايب لي صاد يساوي خمسة، طالما صاد يساوي وما فيهاش سينات خالص، طالما صاد يساوي وما فيهاش سينات خالص يبقى تترسم توازي السينات، طالما صاد وما فيهاش سينات يبقى تترسم توازي السينات، تترسم توازي السينات، يترسم خط مستقيم يوازي السينات. صاد يساوي خمسة هتبقى عند النقطة صفر وخمسة هنا. ماشي. آخر حاجة بقى. العلاقة سين تساوي صفر، لو سين يساوي صفر يمثلها محور صادات. لازم لازم اللي هي الملاحظات دي تخليها عنديكم وتراجعوها كويس خالص، لازم تتراجع الحاجات، وخصوصا خصوصا ستة وسبعة وتمانية وتسعة، وكمان خمسة، خمسة وستة وسبعة وتمانية وتسعة بيجوا في اختار وبيجوا في اكمل عشان نبقى عارفين. طيب شوف مسألة كده، بيقول لي مثل بيانيا المستقيم الذي يمثل العلاقة 2 س زائد 3 ص يساوي 6، وإذا كان هذا المستقيم يقطع محور السينات في النقطة أ ويقطع محور الصادات في النقطة ب، أوجد مساحة المثلث واو أ ب حيث النقطة واو هي نقطة الأصل. خلي بالكم معنا، انا عشان امثل المستقيم بيانيا قلنا بجيب له ثلاث ازواج مرتبه تحقق العلاقه. الحل انا عشان الوقت في طريقه كده ممكن انا بسهوله اجيب السينات والصادات، ممكن انا اشيل السين واحط صفر. لما نشيل السين ونحط صفر، لما نشيل السين ونحط صفر فالجزء، خلي بالكم انا هشيل السين واحط صفر، لما نشيل السين ونحط صفر يبقى ده مش قاعد خلاص، ده كله مش قاعد، السينات كلها مش قاعد، يبقى 3 ص بتساوي 6، يبقى ص هتساوي 6 على كام؟ على 3 يساوي 2. تاني انا هشيل السين واحط صفر، ما احنا بقولنا بنفرض اي قيم تعجبنا، انا هشيل السين واحط صفر، اما اشيل السين واحط صفر يبقى الجزء ده كله هيتلاشى خلاص، يبقى 3 ص بتساوي 6، يبقى ص بتساوي 6 على 3، يبقى قيمه ص بتساوي 2، يبقى الصاد 2، يعني لما السين بصفر الصاد ب2. طيب اشيل الصاد واحط صفر، اشيل الصاد واحط صفر، لما نشيل الصاد ونحط صفر يبقى ده هيروح خلاص، 3 في صفر بصفر ده كله مش قاعد، يبقى هيبقى 2 س بتساوي 6، يبقى س هتساوي 6 على 2 بتساوي 3. تاني هشيل الصاد واحط صفر، هشيل الصاد واحط صفر، وبعدين 3 في صفر بصفر يبقى الجزء ده كله خلاص مش قاعد، هتبقى 2 س بتساوي 6، يبقى س بتساوي 6 على 2 بتساوي 3. دول زوجين، احنا قلنا ممكن بزوجين مرتبين ارسم انا، بس احنا بنجيب الزوج الثالث للتأكد. وخلي بالكم النقطة دي صفر واثنين، النقطة صفر واثنين، مين اللي بصفر؟ السين، يبقى النقطة دي نقطة التقاطع مع محور الصادات، يعني النقطة صفر واثنين دي نقطة تقاطع المستقيم مع محور الصادات، التقاطع مع محور الصادات يبقى السين بصفر،
والتقاطع مع محور السينات يبقى الصاد بصفر. يعني دي نقطة التقاطع، دي نقطة التقاطع مع الصادات، ودي نقطة التقاطع مع السينات. لما نرسم هنشوف. وهجيب نقطة لتالتة للتأكد، هشيل الصاد واحط أربعة، هشيل الصاد واحط أربعة. تلاتة في أربعة، هشيل الصاد واحط أربعة. تلاتة في أربعة ب 12 يبقى ده 12. هوديه الناحية التانية. تلاتة في أربعة ب 12 هوديه الناحية التانية، هتبقى 6 ناقص 12. 6 ناقص 12 بسالب 6، يبقى 2 س بتساوي سالب 6 تاني. هشيل الصاد واحط 4، 3 في 4 ب 12. هودي 12 الناحية التانية، هتبقى 6 ناقص 12 بسالب 6، يبقى 2 س بتساوي سالب 6. 2 س بتساوي سالب 6، يبقى س، يبقى س بتساوي سالب 3. س بتساوي سالب 3. اللي عاوز يعملها بالراحة واحدة واحدة يعملها بالراحة، واحدة واحدة يعوض بالراحة، يقول عندما س بتساوي صفر يجيب الصاد، يعوض بالراحة ونجيب الأزواج مرتبة. أو أعملها على كده على طول، ماشي كده صح وكده صح، المهم أجيب الأزواج المرتبة صح. أنا وخلي بالكم أنا بحاول أبعد من النقط اللي فيها كسور، يعني لو طلعت لي نقطة فيها كسور، وكسور إيه؟ يعني لو 2.5 ينفع، لكن ما يبقاش 2.25، هتتعبني في الرسم البياني، مش عارف فين في الرسم البياني. طيب ولا 2.3 ولا 2.5. نرسم مع بعض، ادي الشبكه بتاعتنا، هنرسم المحاور بتاعتنا ونقسم ونبتدي نحط النقط بتاعتنا. ادي النقط 0 و2، 0 و2، ادي 0 و2. شايفين المستقيم؟ المستقيم قطع محور الصراط، ده اسمه محور الصراط. المستقيم بتاعنا، المستقيم بتاعنا ده قطع محور الصادات، ده اسمه محور الصادات. في النقطة كام؟ في النقطة 0 و2، 0 و2. يبقى لو جاب لي في الامتحان اوجد نقطة التقاطع مع محور الصادات، يبقى معناها اعوض عن السين بصفر، اعوض عن السين بصفر، يعني هتبقى صفر وحاجة، اشيل السين واحط الصفر واشوف الصاد تطلع بكام. يبقى نقطة التقاطع مع محور الصادات 0 و2، ونقطة تقاطع مع محور السينات 3 و0. مع محور السينات التقاطع مع محور السينات الصاد بصفر، يبقى 3 و0. طب هو دلوقتي قال لي قطع محور السينات في النقطة ألف، أهي ألف، وقطع محور الصادات في النقطة ب، ماشي. عايزين مساحة المثلث واو ألف ب، عاوزين مساحة المثلث واو ألف ب، عاوزين مساحة المثلث احنا اللي هو ده واو ألف ب اللي لونته لكم باللون الأحمر. طب إزاي أجيب مساحة المثلث؟ مساحة المثلث إحنا عارفين قانونها، نص القاعدة، نص القاعدة في الارتفاع. مساحة المثلث نص القاعدة في الارتفاع. هنجيب القاعدة إزاي والارتفاع إزاي؟ هنجيب القاعدة إزاي والارتفاع إزاي؟ نشوف مع بعض. قلنا المستقيم يقطع محور السينات في النقطة 3 و0. النقطة 3 و0. يبقى المسافة واو ألف دي، واو ألف دي ثلاث وحدات، المسافة دي ثلاث وحدات، وممكن أنا أشوفها ثلاث مربعات، مربع 2 3، يبقى المسافة دي ثلاث وحدات طول. طيب والمستقيم يقطع محور الصادات في النقطة 0 و2، يبقى واو ب، واو ب ب 2 وحدة طول، يبقى ده 3 اللي هو ألف، واو ب ب 2. مساحة المثلث نص، قلنا القاعدة، نص القاعدة في الارتفاع. مساحة المثلث نص القاعدة في الارتفاع، يعني نص واو ألف اللي هو بثلاثة في واو ب اللي هو باتنين، نص في ثلاثة في اتنين. التنين تروح مع التنين، يبقى الإجابة ثلاث وحدات، بس ثلاث وحدات مربعة، لأن دي مساحة. المساحة دايما لما كنا بنخوض بينها بنعملها سنتيمتر مربع، متر مربع، لكن هنا انا بقول وحده مربعه، وحده مربعه، ثلاث وحدات مربعه. طيب تعالوا نشوف بقى، نتناقش ونشوف ايه فهمتوا انتوا في الخمس دقائق اللي فاضله معانا دي، نشوف انتوا فهمتوا ولا لا. بيقول لي اختار الاجابه الصحيحه من بين الاجابات المعطاه. شوفوا لنا اول واحده كده، إذا كان الزوج المرتب 2 وسالب 5 يحقق العلاقة 3 س
ناقص صاد زائد جيم يساوي صفر، يبقى الجيم بكام؟ إذا كان الزوج المرتب 2 وسالب 5 يحقق العلاقة 3 سين ناقص صاد زائد جيم يساوي صفر، فإن جيم تساوي كم؟ اكتبوها عنديكم يلا عشان أشوفكم. إذا كان الزوج مرتب 2 وسالب 5 يحقق العلاقة دي، يبقى الجيم بكام؟ نشوف إجاباتكم. يوسف ماجد بيقول يعني يا مستر يعني ايه نقطة الأصل؟ معنى نقطة الأصل يا يوسف اللي هي النقطة صفر وصفر، اللي هي نقطة تقاطع المحورين. نقطة الأصل يا يوسف اللي هي النقطة صفر وصفر، اللي هي نقطة تقاطع المحورين. حاضر، في الآخر هجيب ال هديكم ال الجروب بتاع الواتس. ماشي، حاضر، اللي عاوزين الجروب بتاع الواتس. ماشي، ادي معاذ بيقول سالب 11، مصطفى محمد السيد كامل بيقول 11، مرنا الشايب بتقول واحد مش كاتب اسمه بيقول 5، كنزي سالب 11، الاء سالب 11، تلا سالب 10. نشوف كده مع بعض الإجابة تكون إيه. تعال نشوف مين اللي إجابته صح، اللي جاوب 5 ولا سالب 10 ولا 11 ولا سالب 11. أنا هنعوض عن السين باتنين، معنى 3 سين يعني 3 في سين يعني 3 في 2 يبقى 6، دي 6 ناقص صاد يعني ناقص أو سالب سالب 5، سالب سالب 5 تبقى موجب 5. 6 زائد 5 كام؟ 11. 6 زائد 5 11. 11 زائد كام يساوي 0؟ 11 زائد سالب 11، يعني اللي اختاروا سالب 11 ممتازين، واللي اختاروا أي حاجة شوفوا غلطوا في إيه؟ يعني اللي اختاروا 11 اكيد غلطوا في حاجه، شوفوا نفسهم غلطوا في ايه، واللي اختاروا 5 واللي اختاروا 1 واللي اختار سالب 10. شوفوا لنا الثانيه بقى، اي الازواج المرتبه التاليه يحقق العلاقه 2 س زائد ص يساوي 5. اي الازواج المرتبه التاليه يحقق العلاقه 2 س زائد ص يساوي 5. عاوزين مين من الازواج دي يحقق العلاقه دي؟ ادي الازواج اللي عندنا، يلا شوفوها كده، شوفوا مين الزوج اللي يحقق، مين الزوج من دول اللي يحقق العلاقه اللي قدامي دي، مين الزوج اللي يحقق العلاقه اللي قدامي دي. ادي كنزي كتبت الزوج 3 و1، كنزي بتقول رقم ب، رقم ب. كنزي بتقول 2 في 1 زائد 3 يساوي 5. مصطفى بيقول الزوج ب، ب. معاذ بيقول ب. آية بتقول 3 و1، جنى بتقول 2 و2. تلا بتقول 1 و3. آلاء بتقول الزوج 3 و1، واحد مش كاتب اسمه بيقول 3 و1. طيب تعالوا نشوف بقى، تعال نشوف مع بعض اي الازواج المرتبه يحقق العلاقه. انا هعمل امسك زوج 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 واشوفه يحقق العلاقه ولا لا. امسك الزوج الاولاني هشيل السين واحط سالب واحد، 2 في سالب واحد بسالب 2، سالب 2 زائد 3، هل سالب 2 زائد 3 يديني 5؟ فالزوج ده ما ينفعش، يبقى مش هو الزوج ده، ده غلط، يبقى الف غلط. طيب تعال نشوف الزوج ده اللي هو ب، الناس كتير قالت ب، هنشيل السين ونحط واحد، 2 في 1 ب 2، 2 في 1 ب 2، زائد الصاد بكام؟ ب 3 زائد 3. فعلا 2 زائد 3 بيساوي كام؟ 5، يبقى فعلا ده الاختيار الصحيح اللي هو الزوج 1 و 3. الزوج 1 و 3. طيب ناخد اخر واحده دي وهنسيب الباقي واجب،
عشان انتوا في حاسب آلي ورانا، في حاسب آلي هيشتغل ورانا. بيقول لي إذا كان الزوج 3 و2 لا يحقق العلاقة دي، إذا كان الزوج 3 و2 لا يحقق العلاقة دي، عايزين قيمة، عايزين مين الزوج؟ الزوج ده ما يحققش لا يحقق العلاقة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة. الزوج ده لا يحقق العلاقة ألف ولا ب ولا جيم ولا دال. كينزي في المسألة الجديدة بتقول جيم يا مستر، ألاء كاتبة صاد زائد سين، صاد زائد سين بتساوي 7. كينزي ميرولا جيم، ألاء صاد زائد سين بتساوي 7. جانا وائل رقم جيم، حد مش كاتب اسمه رقم جيم، مصطفى محمد السيد جيم، رقم ب، حد جاي رقم ب، رقم جيم، يوسف ماجد، تسبيح صلاح رقم جيم، تلا جيم، مرنا الشايب جيم، معاذ ب، مرنا الشايب جيم، كتبت مرنا الشايب، تمام يا مرنا، آية جيم، رقم جيم، وحد مش كاتب اسمه بيقول رقم جيم عشان 3 زائد 2 لا يساوي 7، يمنى خالد جيم. طيب تعالوا نشوف بقى الإجابة. طبعا احنا عاوزين الزوج الذي، عاوزين الزوج ده لا يحقق مين؟ طبعا لا يحقق العلاقة دي، صاد زائد سين بتساوي 7، لأن 3 زائد 2 ما تساويش 7. احنا هنسيب لكم الباقي واجب، هنسيب الباقي واجب اللي هو باقي ده، وفي ادي اهو احتفظ بيه عنديكم، واهو بقيته هنا، اهو بقيت الواجب، بقيت الواجب، بقيت الواجب، بقيت الواجب، ده بقيت الواجب. هنعمل الواجب ونتواصل مع معانا على الجروب بتاع الواتس، هحط لكم بعد شويه الرابط بتاع الواتس. معاد ان شاء الله يوم الاربع الساعه 12:30. كان معكم خالد السيد معلم كبير رياضيات مدرسه الاقصر الاعداديه بنات، دمتم في رعايه الله.